بيلعبها من زمان، لا ما طلع وزير الماليه قال لك سددنا مش عارف كم مليار، وطلع برضه العجز في البنك المركزي هو ده معناه ان هو جات له فلوس اداها لناس تانية، يعني لبس طوائف دال ده. بيلعبها من زمان وزير الماليه. الان الامر اصبح اخطر واصعب، لان انت نتيجه السياسه اللي هو اتبعها بقاله 10 سنين جات لك مره واحده اللي هي السنه دي، وانت مطالب تدفع 42 مليار دولار. لكن الاول لما طبق الموضوع، اما يكون مديون 5 مليار اقساط غير 10 مليار اقساط غير النهارده 40 مليار 42 عشان كل شويه 42 مليار دولار. فانت لما بدات تعمل في سياسه الاقتراض ثم الاقتراض ثم الاقتراض، جيت لقيت جبل فوق راسك وما انتش عارف تسد الفلوس، واصبحنا في حاله اعصار، واصبح الدولار هو حديث الصباح والمساء في مصر في كل بيت، لان انت اللي حطيت البلد كلها في الازمه دي، لانك انت القروض بتاعتك والديون بتاعتك وتقفيل المصانع بتاعتك وتقفيل شركاتك وبيع الشركات عندك للأجانب جوه البلد خلى البلد في هذا الوضع الصعب. بل أنا بأجزم لك وأنا قلت لحضرتك قبل كده إن الأسوأ لم يأتي بعد في مصر. في ناس متوقعة دكتور، في ناس، أنا بقول في ناس مش معلومة يعني، متوقعة برضو مش معلومة، إن الدولار يوصل في نهاية رمضان على 100 جنيه. ما هو تعليقك؟ والله أنا بتوقع لو الحكومة وحط تحت دية 10 خطوط، لو الحكومة ما خدتش قرار سريع بالتعويم، ولو الحكومة ما قدرتش توفر الدولارات في السوق للناس، المئة جنيه هتعدي وقبل رمضان كمان هتعدي. أنا آخر اللقاء أنا وحضرتك كان الدولار تقريبا في السوق ب52 جنيه. أيوة. وقلت حضرتك الدولار هيتجاوز المئة جنيه، النهاردة وصل ل75 جنيه. حرام حرام ان بلد تبقى ماشيه بهذا الاسلوب، لان للاسف انت السبب في المصيبه. طب معلش يا دكتور، في احد الاساتذه الاقتصاديين زي حضرتك اسمه الدكتور حسن الصادي قال لا الحل مش التعويم، التعويم مش هيحل المشكله، الحل نعمل زي سريلانكا. نعمل ايه بقى زي سريلانكا؟ ما هو هيجيب الفيديو لان انا نسيته قال ايه بصراحه، بس ويز. هو قال انه نعمل زي سريلانكا. انا الحقيقه ما اعرفش ان سريلانكا دوله متقدمه اصلا، يعني نعمل زي دولة تعبانة؟ ما أعرف. هي سريلانكا وصلت لمرحلة إنه مش قادر يسد ديونه، وده الوضع بتاعنا إحنا الآن. طيب ما هو أمال نعمل زي سريلانكا إزاي بقى؟ ما هو بيقول لك إنه مش عارف. حاجة أقول للحضرات، حاجة أقول لكل الدائنين بتوعي، أنا عايز منكم فترة راحة لمدة 2-3 سنين، ودي أنت ممكن تعملها. ممكن لا لا، هو ما قالش كده، هو قال على نعمل مش مع الدائنين، مع الشعب، زي ما حصل في الشعب السريلانكي، ان جاء النظام او الحكومه قالت حاجه كده او خدت اجراء انه مش هنرفع او الدولار هو ثمنه كذا، او عملت حاجه كده يعني فيها عنف شويه مع الشعب. جاهز؟ لحظه يا دكتور، اسف. طيب اتفضل. عايز اعلل الاستاذ قاله، يعني اللي الدكتور حسن قاله، لكن الفكره ببساطه جدا، اذا انت لم تستطع تقلل كل الفجوة الدولارية اللي عندك ديت في الأجل القصير تحديدا، لأن أنا عندي مشكلة النهاردة موجودة في الاقتصاد المصري كله، سواء في الصادرات سواء في الواردات، أنا عندي أزمة حقيقية الآن بتضرب الاقتصاد كله، بتضرب كل القطاعات في الاقتصاد. يعني قرص الطعمية اللي الناس بتاكله مأثر فيه، علبة الفول اللي الناس بتاكله مأثر فيه، مكنة الغاز اللي بنشتريها مأثر فيه، علبة القطرة اللي احنا بنشتريها مأثر فيه، دواء السكر، دواء القلب، دواء الضغط، كل ده متأثر بالأزمة، لأنك انت مش قادر تثبت سعر الدولار بتاعك. ايه الحل اللي في سريلانكا اللي انا اقدر اعمله؟ هو اللي انا شايفه قدامي، يا اما انك تحط سقف للديون بتاعتك الآن وتقول ممنوع منعا باتا يصرف دولار من مصر. الحل التاني انك تروح تعمل جدولة للديون، وده حدثت في مصر في عهد اعتقد الدكتور عاطف صدقي عليه رحمة الله، عمل جدولة للديون، وده انت ممكن تعملها. الحل الثالث انك انت تقول للشركاء في الخليج اعطوني 40 مليار دولار ويبقى فيه مواثيق، او بالاخر يمكن يوصل الوضع ان يبقى فيه مراقبين من بره مصر عشان يشوفوا الدولار رايح فين. لان انا بقولها لك بامانه شديده جدا، مصر تم تسريب منها دولارات كبيره جدا، وهو ده اللي فاقم الازمه عندك جوه مصر الان، اللي عمل الكارثه في مصر كلها هو سرقه ونهب الدولار. طيب. من مصر.